باشمهندس شريف، هبتدي مع حضرتك طبعا البدايه وهي اللي عايز الناس كله تعرفه. احنا خلاص ان شاء الله الشهر الجاي لك من الاولمبيه هتسافر، او البعثه الاولمبيه هتسافر. البعثه هتسافر امتى؟ الافواج شكلهم ايه؟ يعني ادينا كده صوره من بعيد لبعثتنا. تمام. طبعا هي اولمبياد طوكيو القادمه دي اولمبياد استثنائيه بكل المقاييس، مع اللي بيحصل في كوفيد و يعني كلها اجراءات جديده على العالم كله، 206 دوله لغايه النهارده تغييرات بتحصل في القواعد والروز، مش زي اي اولمبيات بطريقتها المعتاده. حتى اللجنه المنظمه في طوكيو يعني في تخبط كتير في ايه اللي هيتم، طب لو حصل كده هنعمل ايه وهكذا. فكلنا يعني مستحملين الحقيقه ان احنا عايزين نعدي الاولمبيات باي شكل او باخر، ما ينفعش خلاص يبقى في تاجيل تاني. وخلاص احنا في المراحل الاخيره دلوقتي، الاولمبيات لابد ان تقام، عشان يعني الاولمبياد ده حدث كبير ما ينفعش ان هو ما يبقاش موجود. صحيح. تمام. وناس كتير اتمرنت واجيال يعني هتقف لو الرياضه وقفت بهذا الشكل. فبالتالي مهم جدا كلنا بنسعى ان الاولمبياد تقام تحت اي ظرف من الظروف، ومش مهم الارقام تتكسر او ما تتكسرش، المهم انها تقام، واللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، ونكمل مشوار الرياضه في العالم بشكل قوي. الافواج المره دي هتبقى متقطعه بشكل كبير جدا غير قبل كده. قبل كده كان مسافر على فوق او فوجين ونرجع على فوق او فوجين، ده كان الامر الطبيعي. دلوقتي لا، دلوقتي اللجنه المنظمه في اليابان مع اللجنه الاولمبيه الدوليه حطوا شويه رولز جديده، ان ما فيش حد يروح غير قبل اللعب بتاعه بخمس ايام، ويغادر بعد خسارته او خروجه من اي دور من الادوار ب 48 ساعه. في استثناء للدول اللي هي فرق التوقيت بينها وبين طوكيو اكتر من ست ساعات او اكتر، احنا واحده منهم، احنا فرق 7 ساعات، انها تاخد من حقها تاخد يوم اضافي، واحنا في يوم اساسا بيضيع في الطيران. صحيح. فاحنا بعثتنا تقريبا مسافره قبلها بسبع او ست ايام، كل لعبه مختلفه عن الثانيه، انما متقطعين بشكل كبير جدا، والرجوع ايضا متقطع بشكل كبير. صحيح، ودي اكيد هنتكلم فيها في التفاصيل.